دكتور. الله. إن الله لطيف خبير. يا بني يا بني يا بني أقم الصلاة أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر 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 على ما أصابك يا بني أقم الصلاة وأمر وأمر بالمعروف
عليك. اللهم صل. إن ذلك من عزم الأمور، إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصغر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، وقصد في مشيك واغضض من صوتك، وقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، ألم تروا أن سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ألم تروا أن ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعما ظاهرة وباطنة، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور صدق الله العظيم. يا من عليك المولى صلى وبالقرآن على القارئ قد تجلى أم السامع قد ازداد وتملى والشيطان قد فر ولى بفضل ما قد قرئ اغفر اللهم للمتوفي ولمن كان هنا حيا. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام عشنا سويا على مائدة القرآن الكريم تلاوة قرآنية مباركة تلاها على اسماء حضراتكم ذلكم العلم القرآني الاذاعي والقارئ بالاذاعة والتلفزيون فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرج القارئ والمقيم بكفر شبرا اليمن مركز زفتة غربية وقد اذيعت على حضراتكم الصوت والضوء صممت وركبت تحت ادارة واشراف
الحج ابراهيم الخولي المقيم بميت حبيب. اما مخازن الفراشة الكبرى الحديثة فتطلب من اولاد الحاج بكر الشيخ المقيمين ببنا ابو صير. وبناء على العزاء شكر الله سعي حضراتكم جميعا، ولا نقول الا ما قد قال الله عز وجل: ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.